واش راه فامي، السلام عليكم، معكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي نكتشفوا واحد السد هنايا في فيكيك اللي هو سد الصفيصف. هاد السد هذا بعيد على فيكيك ب 48 كيلومتر. السد هذا تبنى من طرف شركة هوار، المهندس ديالو وهو المرحوم محمد اليوسفي. الطول ديال السد هو 327 متر، والعرض ديالو من الأسفل 25 متر وفي الأعلى 5 متر، وكما قلت لكم بعيد على فيكيك ب 48 كيلومتر. الطاقة الاستيعابية ديال السد هي 20 مليون متر مكعب، والارتفاع ديالو على مدينة فيكيك حوالي 140 متر. هذا السد هذا كيتعتبر مكمل المياه التقويه ديال فيكيك، والعلو الاجمالي ديال السد هو 30 متر. وتم تمويل هذا السد هذا من طرف وزاره الداخليه بالاساس،
ووزارة الفلاحة، وكيتم التسيير ديالو من طرف المجلس المحلي للماء بالمدينة، وأيضا كتعتبر 6 صفيصف المنتزه الجديد ديال مدينة فيقي.